واحد الاجراءات المهمه جدا اللي احنا اتخذناها ان احنا نستخدم محطه تلفزيون لشرح الدروس التعليميه وبرنامج جديد وقناه جديده، وان شاء الله باذن الله قبل ما نستعرض الماده بتاعتنا طبعا احب اهني قيادات التعليم الفني، احب اهني زمايلي، احب اهني طلبه التعليم الفني بالقناه الجديده والعام الدراسي الجديد، وان شاء الله باذن الله تبقى فاتحه خير لينا. النهارده ان شاء الله زي ما قلت لك ان احنا هنبدا مع بعض اولى حلقات ماده التكنولوجيا العامه. مادة التكنولوجيا العامة هي مادة بيتم دراستها في شعبة المركبات، وطبعا شعبة المركبات زي ما قلت في الأول هي بتنقسم لعدة أقسام. في عندي قسم السيارات، عندي قسم شعبة أو قسم آخر اللي هو إجراءات والآلات الزراعية والمعدات الثقيلة، فمادة التكنولوجيا العامة بيتم دراستها في الصف الأول. بعد الصف الأول يعني في الصف الثاني والصف الثالث بيبقى كل قسم من شعبة المركبات للمواد الخاصة به. يبقى النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنبتدي مع بعض مادة هامة جدا جدا اللي هي مادة التكنولوجيا العامة. ولكن قبل ما نخش في مادة التكنولوجيا العامة عاوزين نعرف إحنا بندرس المادة دي ليه، أو بمعنى أصح الهدف العام من دراسة مادة التكنولوجيا العامة، أو ما بقول بعد انتهائي من دراسة هذه المادة هكون قادر على إيه. تعال نشوف مع بعض أو نستعرض مع بعض أهم الأهداف العامة اللي هيتم دراستها أو من خلالها أقدر أحقق الهدف من دراسة مادة التكنولوجيا العامة. الهدف الأولاني عندي هيكون عبارة عندي عن التعرف على المحرك من حيث النوع والمكونات. الهدف الثاني هنتعرف فيه أو هنوضح فيه طريقة عمل المحرك السيارة أو محرك الاحتراق الداخلي. هنتعرف أيضا أو الهدف المرجو من دراسة مادة التكنولوجيا العامة معرفة قوانين الغازات، وقوانين الغازات دي هتبقى مهمة جدا على أساسها بيتم عمل محرك الاحتراق الداخلي، وهنبقى نقول مع بعض معرفة قوانين الغازات والدورات الحرارية وكيفية تنفيذها أيضا على المحركات بجميع أنواعها. ايضا بالنسبه للجزء اللي احنا هنتعرف عليه اللي هو تمييز شكل غرف الاحتراق، او هندرس مع بعض انواع اشكال غرف الاحتراق المختلفه المستخدمه مع محركات الاحتراق الداخلي. ايضا من ضمن الاهداف الهامه جدا اللي هيتم دراستها او التعرف عليها من خلال دراستنا لماده التكنولوجيا العامه هنتعرف مع بعض على اجهزه نقل الحركه. طبعا قبل ما اخش في الجزء ده احب اقول لك ان انا عندي ان شاء الله باذن الله في التخصص في السنوات القادمه بيتم دراسه التخصص سواء في قسم السيارات او في اجهزه اللي هو القسم الاخر اللي هو جرارات والات زراعيه ومعدات ثقيله. ماده تكنولوجيا عامه بيتم تقسيمها الى ثلاث اقسام او ثلاث مواد. في عندي الماده الاولى بيتم فيها دراسه المحرك وبستسمى المحركات، في عندي المادة أخرى بسميها اللي هي أجهزة نقل الحركة أو بما يطلق عليها الشاسية، وبعد كده في عندي مادة أخرى اللي هي مادة كهرباء السيارات، ولكن بيتم دراسة هذه المادة مجمعة في الصف الأول. يبقى إذا في عندي هدف آخر إن شاء الله بإذن الله نوصل له بعد دراستنا لمادة التكنولوجيا العامة اللي هو التعرف على أجهزة نقل الحركة. أيضا في عندي هدف آخر من دراسة هذه المادة اللي هو طريقة عمل المحرك. في عندي معرفة منظومة القوابض وصناديق التروس والأعمدة نقل الحركة والوصلات. عندي أيضا في التعرف على مبادئ الإلكترونيات الصناعية، وبنا كده بتكلم في الكهرباء. وفي عندي هدف آخر اللي هو معرفة البطارية من حيث التركيب وطريقة عملها. دي الأهداف إن شاء الله بإذن الله إن احنا نحققها بعد انتهائنا من دراسة مادة تكنولوجيا عامة. ولكن خلينا نشوف مع بعض أو نستعرض مع بعض الوحدات المختلفة لمادة التكنولوجيا العامة. أول وحدة هيتم بالتعرف عليها إن شاء الله بإذن الله اللي هي الوحدة الخاصة بالمحركات. وداخل هذه الوحدة يوجد عدة أبواب دي بتتناول بعض الأهداف اللي احنا كنا عرضناها مع بعض في السابق.
في عندي الوحدة الثانية، دي عبارة عندي عن الوحدة بتتكلم على الشاسيه او اللي هي اجهزه نقل الايه الحركه، ودي ايضا بيتم دراستها من خلال عده ابواب خاصه بوحده الايه الشاسيه. في عندي الوحده الثالثه اللي هي وحده كهرباء الايه المركبات، وفي ايضا ابواب بتبقى خاصه بدراسه الكهرباء الخاصه بالسيارات. ولكن زي ما قلت لك انا عندي باذن المنهج بتاعي بينقسم الى 3 وحدات، كل وحده فيها عده ابواب. الوحدة الأولى زي ما قلت لك بيتكلم على مادة المحركات، الوحدة الثانية بتتكلم على الشاسيه اللي هي الجزء الخاص بأجهزة نقل الإيه الحركة، والوحدة الثالثة بدراسة فيها كهرباء الإيه السيارات. وأيضا بيبقى كل وحدة من دي زي ما قلت لك ليها الوحدات أو ليها الأبواب الخاصة بها أو الموضوعات الخاصة بها. إن شاء الله بإذن الله إحنا في خلال دراستنا ال3 وحدات دول هنمشي فيهم مع بعض بالتوازي، بمعنى ان احنا هناخد اذا على سبيل المثال يعني النهارده هناخد جزء او هنبدا في الباب الاول في ماده الايه المحركات، في حلقه ان شاء الله قادمه هناخد مثلا الباب الاول في ماده الايه الشاسيه، وفي حلقه اخرى هنبدا برضو نبدا في الباب الاول في الوحده الثالثه اللي هي الخاصه بكهرباء الايه السيارات. بمعنى كده ان انا هدرس وانا ماشيين مع بعض من خلال الايه الماده، بدرس جزء في المحركات وايضا في جزء هندرسه مع بعض في الشاسيه، وفي جزء مع بعض هنشتغل مع بعض في ماده كهرباء الايه السيارات. يبقى احنا كده عرفنا الماده بتاعتنا، عرفنا الاهداف اللي انا عاوز احققها من خلال دراستي لهذه الماده، عرفنا الوحدات المختلفه لهذه الماده، وقلنا هي 3 وحدات، كل وحده بتدرس جزء معين. زي ما قلت لك ان انا بقسم العربيه الى 3 اجزاء، لجزء خاص بدراسه الايه المحركات، ده الباب او الوحده الاولى. في عندي الوحده الثانيه بتبقى خاصه بدراسه اجهزه نقل الايه الحركه او اللي هو الايه الشاسيه. في عندي الوحده الثالثه اللي هي خاصه بدراسه كهرباء الايه السيارات. تعالوا كده مع بعض دلوقتي نتفق ونشوف أول وحدة هنتكلم فيها على إيه. الوحدة الأولى اللي هنتكلم فيها على المحركات، وهنتكلم في الباب الأول، أول هندرس مع بعض الباب الإيه الأول، والباب الأول فيه هنتعرف على المحرك، طبعا محرك اللي هنا سواء اللي هو راكب على السيارة الملاكي أو العربيات النص نقل أو النقل أو اللي هي المعدات الإيه التقيلة أو الجرارات، تمام؟ لو بسميه محرك الاحتراق الإيه الداخلي، ومن خلاله هنتعرف على الأجزاء المختلفة للمحرك الإيه الاحتراق الداخلي. داخل هذا الباب هنتم دراسة أو أهم النقاط اللي احنا ندرسها داخل الباب الأول اللي هو الباب الخاص بمحرك الاحتراق الداخلي وأجزائه. هنتكلم مع بعض وهندرس مع بعض عمل محرك الاحتراق الداخلي وأنواعه. هنتكلم أيضا على التعرف على الأجزاء الثابتة من المحرك. هنشوف مع بعض ونتعرف على الأجزاء المتحركة من المحرك. هنتعرف مع بعض أيضا على مجموعات التوقيت وأجزائها. طبعا كل الكلام ده هيتفصل معنا وإحنا شغالين إن شاء الله. وهنبدأ برضو مع بعض نتعرف على مجموعة التغذية لإمداد المحرك بالإيه الوقود والهواء. ومن خلال المجموعة التغذية دي هنتعرف مع بعض على دورة التغذية لمحرك البنزين، وهنتعرف أيضا داخل هذا الإيه الموضوع اللي هو موضوع الإيه التغذية دورة التغذية لمحرك الإيه الديزل. تعالوا دلوقتي مع بعض مع أول نقطة من الباب الأول للوحدة الأولى اللي هو عمل المحرك الاحتراق الداخلي وأنواعه. ولكن قبل ما نخش على تعريف طريقة عمل المحرك وطريقة أنواعه، يمكن الاسم شوية يشد ودني اللي هو بسميه محرك الاحتراق الداخلي. سبب إيه إن أنا سميته محرك احتراق داخلي؟ في عندي في بداية ظهور المحركات للاحتراق كان في عندي نوعين، كان في عندي محرك الاحتراق الخارجي ومحرك الاحتراق الداخلي. محركات الاحتراق الخارجية هي كان بالضبط ان انا بيتم الاحتراق خارج المحرك وباخد ضغط الغازات الناتجة عن عملية الاحتراق بدخلها جوه اسطوانات المحرك، فبتستقبل المكابس المحرك هذا الضغط وبتحوله الى شغل ميكانيكي. يعني ببساطة جدا أنا كنت بجيب خزان من المية أو بسمى اللي هو غلاية،
كنت بسخن المية دي، فنتيجة تسخين المية بيتولد عندي بخار. البخار ده برضو مع ارتفاع درجات الحرارة ضغط البخار ده بيبدأ ان هو يزيد، فكنت باخد ضغط البخار ده وبدخله جوه اسطوانات المحرك وبسمح له بالتمدد. فكلمة تمدد الغاز فكان بيأثر على مكبس اسطوانة المحرك فبيدفعه، وده بسميه شوط القدرة أو الشوط المستفاد. يبقى إذا كان الاحتراق بيتم خارج اسطوانات المحرك اللي هو زي ما قلت لك عبارة عندي عن بويلر أو اللي هو خزان أو بسميه مرجل بخاري، كنت بسخن فيه مية برفع ضغط الغاز اللي هو طبعا بخار المية نتيجة المية بسخنها بتعمل عملية بتتبخر اللي هو عبارة عن بخار المية، كنت بزيد في درجة الحرارة وبالتالي بيزداد ضغط البخار، فباخد البخار ده بدخله جوه اسطوانات المحرك فبيتأثر على اسطوانات المحرك ولذلك بتسمى محركات الاحتراق الخارجية. بالنسبة عندي لمحركات الاحتراق الداخلية بأنواعها سواء كانت محرك بنزين أو ديزل فبيتم عملية الاحتراق داخل اسطوانة المحرك ولذلك أطلق عليها محرك الاحتراق الداخلي. ان شاء الله باذن الله اوعدكم ان احنا الماده بتاعتنا ان شاء الله باذن الله هنقدمها باسلوب شيق جدا جدا. احنا هنا اللي هنقدم الماده بتاعتنا ان شاء الله باذن الله بالصور الموجوده عندنا في الكتاب، بصور هنستعين ليها في عمليات الشرح ببعض الفلاشات التعليميه وايضا ببعض الفيديوهات التعليميه. باذن الله اوعدك ان احنا نقدم الماده بتاعتنا ان شاء الله باذن الله بشكل تاني خالص. نرجع للعنوان بتاعنا اللي احنا كنا بنشرحه اللي هو محرك الاحتراق الداخلي وانواعه. بالنسبة عندي زي ما قلت لك انا عرفت دلوقتي يعني ايه محرك احتراق داخلي وهنشوف مع بعض الانواع بتاعته، ولكن خلينا قبل ما نخش في تعريف انواع المحرك الاحتراق الداخلي تعال نعرف مع بعض يعني ايه محرك احتراق داخلي. بيقول لي ان المحرك عبارة عن اداة لتحويل الطاقة الحرارية الكامنة في الوقود الى شغل ميكانيكي. سواء كان محركات الاحتراق الداخلي بنوعها او بانواعها اللي هي محرك البنزين او محرك الديزل اللي هو بيستخدم وقود البنزين او وقود الديزل، عباره عن دي ان انا بدخل الوقود وبيتم طبعا يعني هنتكلم مثلا هاخد على سبيل المثال كمحرك بنزين في عندي بيتم خلط الوقود زائد الهواء خارج اسطوانه المحرك وبدخلهم جوه اسطوانه المحرك. بعد كده بضغط هذه الشحنه وفي نهايه شوط الانضغاط بدي شراره كهربائيه دي بتساعد على عمليه الاشتعال. يبقى اذا انا كده قدرت ان انا استفاد بالطاقه الكيميائيه اللي موجوده في الوقود وتفاعلها واحتراقها مع الهواء المسحوب، ده بيتولد عني ضغط عالي جدا من الغازات بيأثر على المكبس بينزله لي تحت في شوط التمدد او في شوط القدره. وده يفسر هنا هو ليه بيقول لي ان المحرك هو عباره عندي عن اداه بيتم بواسطتها تحويل الطاقه الكيميائيه في الوقود الى شغل ميكانيكي. تعال نستكمل مع بعض تعريف المحرك الاحتراق الداخلي. هنا بيقول لي المحرك عباره عن اداه لتحويل الطاقه الحراريه الكامنه في الوقود الى شغل ميكانيكي يمكن الانتفاع به، اللي هو عباره عندي عن القدره المستفاده من المحرك. وبعد كده بيقول لي والمحرك الاحتراق الداخلي يكتسب الشغل الميكانيكي في هذه المحركات مباشره نتيجه احتراق الوقود داخل الاسطوانه. ده التعريف اللي احنا كنا عرفناه في بدايه الحلقه، الفرق ما بين محرك الاحتراق الداخلي ومحرك الاحتراق الخارجي. بعد كده في هنتعرف مع بعض على تصنيف محركات الاحتراق الداخلي. يا ترى المحركات الاحتراق الداخلية هي كلها نوع واحد ولا في تصنيفات مختلفة للمحركات الاحتراق الداخلية؟ طيب تعال نشوف كده مع بعض أول تصنيف بيتم على أساسه تصنيف محركات الاحتراق الداخلية. أول تصنيف اللي هو عبارة عن دي طبقا لتكوين المخلوط والإشعال. في عندي هنا في نوعين من انواع المحركات، في عندي محرك او معروف عندي اللي هو محرك البنزين ومحرك الديزل. محرك البنزين في عندي بيتم سحب الهواء، بعد كده في اداه بيتم بواسطتها خلط
الوقود اللي هو البنزين مع الهواء في المحركات التقليدية اللي هو كان المغذي أو اللي هو الكربراتير. طبعا في أنظمة المحركات الحديثة بقى في نظام حقن وقود بنزين اللي هو الإلكتروني، وده طبعا هيتم دراسته في السنوات القادمة. بعد كده بتخش الشحنة داخل اسطوانات المحرك، وبعد كده بيتم ضغط هذه الشحنة، وبعد كده بيبقى في شرارة كهربية. الشرارة الكهربية دي بتبقى في دايرة بسميها دايرة الإشعال، دي مسؤول عن إعطاء الشرارة بقوة في توقيت مناسب لإشعال الخليط. ده اللي هو بسميه محركات البنزين. في عندي محركات الديزل، ده طريقة الخلط فيها وطريقة الإشعال فيها بتتم بصورة أخرى. يعني في محركات الديزل أنا بيتم سحب هواء وبضغط الهواء، وفي نهاية شوط الانضغاط أو في نهاية الضغط في عندي حاقن أو رشاش، ده بيعمل عملية تزريع أو حقن للوقود داخل غرف الاحتراق، ونتيجة الضغط وارتفاع في درجة الحرارة بيحصل عندي احتراق ذاتي للوقود. يعني ما بيحصلش عندي في دايرة زي محرك البنزين لدايرة الإشعال بتدي شرارة، لا، محرك الديزل بيعتمد على الضغط وإيه درجة الحرارة إنه بوصل الوقود اللي عندي لدرجة الإشتعال الذاتي. يبقى نرجع مع بعض ونقول إن أول تصنيف عندي اللي هو طبقا لطبيعة خلط الشحنة أو تحضير الشحنة وطريقة الإشعال. كان أول نوع اتكلمنا عليه اللي هو محركات الاشتعال بالشرارة أو بسميها دورة أوتو. دورة أوتو دي العبارة عندي عن الدورة النظرية اللي بيتم على أساسها أو اللي تم عليها بناء نظرية عمل محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين. وإن شاء الله بإذن الله إحنا عندنا باب هيتم في مادة المحركات عن طريقه هنعرف مع بعض لو التفاصيل بتاعة كيفية عمل دورة أوتو. يبقى هرجع تاني وبقول انا بتكلم على تصنيفات محرك الاحتراق الداخلي طبقا لطريقة الخلط وطريقة الاشعال، وقلنا اول نوع عندي اللي هو عبارة عندي عن محرك بنزين اللي بيعمل حسب دورة اوتو. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي وتعمل هذه المحركات في كل الاحوال بالبنزين. يبقى دورة اوتو دي اللي بيعمل عليها محرك البنزين. بيقول لي ويتم الخلط خارج الاسطوانة. كلمة الخلط هنا لو تحضير الشحنة لو عن طريق الكربراتير أو المغذي بالنسبة للسيارات التقليدية أو اللي هي القديمة نوعا ما، أما في السيارات الحديثة فبيتم بنظام حقن وقود البنزين. بيقول لي ويبدأ الاحتراق في الاسطوانة بمصدر إشعال خارجي اللي هو عبارة عندي عن شمعة الإشعال. طيب تعالوا ننتقل هنا الفيديو ده من خلاله هنشوف مع بعض التعريف اللي احنا شفناه، وتعالوا نشوف كده مع بعض الفيديو. هنا الفيديو بيوريني ادي خزان الوقود اهو، بعد كده المفروض ان في عندي بعد كده مضخه الوقود، بعد كده في عندي فلتر طبعا لتنقيه الوقود، وبعد كده دي وسيله خلط ما بين الهواء، يعني ده عباره عندي عن الفلتر، ده الهواء هنا بيعدي على الفلتر عشان يعمل لي عمليه تنقيه للهواء من ذرات الغبار اللي ممكن تكون عالقه بيه، بعد كده بيخش على اداه الخلط هنا اللي هي تبقى عباره عندي عن المغذي او الكربراتير، بعد كده الشحنه بيتم خلطها في المنطقه دي اللي هو عباره عندي عن الهواء المسحوب بالاضافه الى الوقود، وبيتم عمليه الخلط خارج الاسطوانه، بعد كده هنا بيتم ملء الاسطوانه بالشحنه اللي هي عباره عندي عن هواء زائد بنزين، وبيتم الإشعال هنا بواسطة شرارة اللي هي شمعة الاحتراق. عندي أيضا النوع آخر اللي هو بسميه محركات الديزل أو بسميها محركات الاشتعال بالضغط، زي ما قلت لك إن أنا بسحب هواء وبضغط هواء، وفي نهاية شوط الانضغاط بيتم حقن الوقود بواسطة الرشاش أو الحواقن، ونتيجة الارتفاع في الضغط طبعا اللي بيتبعه ارتفاع في درجة الحرارة بوصل الوقود بتاعي لدرجة الاشتعال الذاتي. تمام، وهندرس مع بعض يعني ايه درجة اشتعال ذاتية. طيب تعال نشوف كده مع بعض التعريف المحرك ده هيبقى عبارة عندي عن ايه. بيقول لي يتم في هذه المحركات الخلط داخل الاسطوانة، زي ما هنشوف دلوقتي كمان ان بيتم سحب الهواء ويدخله داخل الاسطوانة، بعد كده بضغط الهواء وفي نهاية شوط الانضغاط بيتم حقن الوقود. يبقى اذا الخلط بيتم فين؟ تمام صح كده، بيتم داخل الاسطوانة. بيقول يتم في هذه المحركات الخلط داخل الاسطوانة ولا يوجد في هذه المحركات مصدر اشعال خارجي،
بل يتم ضغط الهواء وحده أثناء شوط الانضغاط، ثم يحقن الوقود داخل الاسطوانة عند نهاية شوط الانضغاط ويشتعل عند حقنه في تلك اللحظة. المقصود هنا أن أنا عندي أن الوقود بيتم حقن بسيط الرشاش، ولكن نتيجة أن الوقود اللي بيخرج من الرشاش بيقابل ضغط ودرجة حرارة عالية جدا للهواء اللي داخل الاسطوانة، فبيوصل الوقود عندي لدرجة الاشتعال الذاتي. درجة الاشتعال الذاتي اللي هي ان الوقود بيحصل له اشتعال نتيجة ارتفاع في درجة الحرارة وليس في وجود شرارة كهربية كما في محركات البنزين. الفيديو ده برضو بيوريني عندي المكونات العامة للمحرك، يعني ده شكل المحرك بتاع محرك الديزل. طبعا كل جزء بنتكلم عليه هنا ادي عبارة عندي عن الخزان، بعد كده بيبقى في عندي فلتر، بعد كده بيبقى في عندي مضخة بسميها مضخة التغذية، في عندي مضخة اخرى بسميها مضخة الحقن اللي بتقوم رفع ضغط الوقود الى ضغط الحقن، تمام. بعد كده المفروض ان الوقود اللي خارج عندي رايح بعد كده الى الرشاش اللي بيتم حقن الوقود بواسطته داخل اسطوانات المحرك. طبعا اللي احنا شايفينها دي عباره عندي عن انابيب توصيل الوقود. طبعا بالنسبه عندي لمحركات الديزل، طبعا المضخه دي اللي هي مضخه الحقن، ودي يتم دراستها ان شاء الله في سنوات قادمه، بيبقى ليها عده انواع وعده اشكال تتناسب مع التصميمات المختلفه لمحركات الديزل وحجمه، تمام. من التصنيفات الخاصة بالمحرك الاحتراق الداخلي، زي ما قلت لك احنا لسه تحت بند اللي هو تصنيف المحرك الاحتراق الداخلي، وكنا اول تصنيف اللي هو لسه منتهين منه اللي هو تصنيف الخاص بطريقة الخلط وطريقة الاشعال. ننتقل الى تصنيف اخر اللي هو التصنيف طبقا لدورات التشغيل. طبقا لدورات التشغيل. طيب تعال نشوف كده مع بعض الشكل اللي قدامي ده بيقول لي هنا، بيقول لي المحركات رباعية الأشواط، هذه المحركات تستخدم دائرة سريان الغاز المغلقة والتي تحتاج لاكتمالها إلى 4 أشواط للكباس ودورتان لدورات عمود المرفق أو اللي هو عمود الكرنك. الفلاش ده عبارة عندي بيوريني اللي هو طريقة عمل الدورة الرباعية، سواء الدورة الرباعية دي أيضا بيتم تنفيذها على النوعين اللي احنا قلناهم من أنواع المحركات، على محركات البنزين أو اللي هو محركات الديزل. الدورة ببساطة جدا ده عبارة عندي عن صمام السحب، وده عبارة عندي عن صمام آخر بسميه اللي هو صمام العدم. طبعا الدورات دي هيتم يعني شرحها بشيء بالتفصيل في باب آخر من أبواب مادة أو الوحدة الخاصة بدراسة المحركات. عندي ادي ده يعتبر محرك حديث، ده عباره عندي عن عمود الكامات. في المحركات الحديثه بقى في عندي عمود كامات اللي هو بيعمل زي ما احنا شايفين بيعمل على فتح وغلق الصمامات السحب والعادم. هنا يمكن ادي وسيله للخلط، التصنيف اللي احنا سائلينه اللي هو الخلط بيتم خارج الاسطوانه، ده عباره عندي عن ده يعتبر المحركات الحديثه اللي هو نظام حقن وقود البنزين، بيبقى رشاش لكل اسطوانه ولكن بيتم حقن الوقود خلف صمام السحب. زي ما احنا شايفين ان انا عندي بيتم هنا الدورة الحرارية في 4 أشواط اللي هو شوط السحب والضغط والقدرة والعادم. ايضا في تصنيف اخر او اللي هو بسميها اللي هي الدورة الثنائية، وفي الدورة الثنائية خلال لفة واحدة من لفات عمود المرفق او اللي هو عمود الكرنك بتتم الدورة الحرارية اللي هو السحب والضغط والقدرة والعادم. تعال نشوف مع بعض الفلاش التعليمي ده. الفلاش التعليمي ده من خلاله هنقدر نفهم اللي هو طبيعة عمل الدورة الثنائية، وزي ما قلت لك الدورة الرباعية والدورة الثنائية ده هنفرد لهم باب خاص بيهم لدراستهم داخل وحدة دراسة المحركات. طيب تعال نشوف كده مع بعض ونشوف مع بعض التعريف الخاص. ادي محركين، المحرك ده اللي هو بيعمل حسب الدورة الثنائية ولكن ليه محرك ديزل، وده شكل المحرك اللي بيعمل مع المحرك البنزين،
ويمكن ده اللي بيشائع الاستعمال جدا على محركات البنزين الصغيره زي الدراجات الناريه او اللي هو الموتوسيكلات. تمام؟ وهنا بيقول لي ان المحركات ثنائيه الاشواط يعني شوطان للمكبس، يعني هناك كان المكبس بيعمل 4 اشواط، هنا المكبس بيعمل ايه؟ شوطين. بيقول لي هتعمل هذه المحركات بمبدا دائره سريان الغاز بحيث تكتمل دوره العمل الكامله اللي هو السحب والضغط والقدره والايه؟ والعادم بشوطين للكباس ودوره واحده للعمود المرفقي او اللي هو عمود الايه؟ الكرنك. طبعا الكلام ده احنا هندرسه كاملا في باب ان شاء الله باب لاحق في الوحده الخاصه بدراسه ماده الايه؟ المحركات او وحده المركبات. طبعا في عندي تصنيف اخر لتصنيفات الخاصه بالمحركات الاحتراق الداخلي وهو التصنيف طبقا لنوع التبريد. يعني احنا بنسمع ان في عندي او بنقول نتيجه تشغيل المحرك زي ما شفنا دلوقتي وعرفنا مع بعض المحرك الاحتراق الداخلي، انا في شحنه بتخش داخل اسطوانات المحرك سواء كان بيتم تحضيرها خارج الاسطوانه كما في محركات البنزين او بيتم تحضيرها داخل اسطوانات الايه؟ المحرك كما في محركات الايه؟ الديزل. سواء ده او ده، ولكن بيتم عمليه الاحتراق داخل اسطوانات المحرك ونتيجه الاحتراق بترتفع درجه حراره الايه؟ المحرك والحفاظ على المحرك، فبعمل دايره بسميها دايره الايه؟ التبريد. فدايره التبريد ده في منها نوعين. يبقى في تصنيف اخر اللي هو التصنيف طبقا للتبريد، في عندي منها نوعين. اول نوع اللي هو التبريد بالسائل او اللي هو بسميه التبريد بالميه، في نوع اخر بيتم تبريده بالايه؟ الهواء. تمام؟ التبريد بالميه ببساطه جدا ان انا بعمل قميص حوالين الغرف اللي بعمل قميص حوالين اسطوانات الايه؟ المحرك، بيبقى فيها ميه، الميه دي بتبقى في حاله سريان، يعني بتبقاش هي بتبقى دايره مغلقه، ولكن طبعا نتيجه وجود الميه حوالين جسم الايه؟ الاسطوانه، فبينتقل ليها حراره الايه؟ المحرك، فطبعا الميه دي بتسخن. لا، انا بعمل ايه؟ بعمل دايره، باخد الميه دي او بسحب الميه دي، بروح بعمل لها عمليه تبريد بواسطه المشع او اللي هو الراديتير، وبعد كده برجعها المحرك مرة أخرى وهكذا. طبعا كل الكلام ده هندرسه إن شاء الله بإذن الله مع بعض بالتفصيل سواء في العام ده أو في العام طبعا الأعوام الإيه؟ القادمة بإذن الله. يبقى إذا في عندي نوعين من أنواع التبريد اللي هو التبريد بالإيه؟ بالمية. في بعض المحركات بيتم تبريدها بواسطة الإيه؟ الهواء. واحنا زي ما عارفين إن في علاقة ما بين فقد درجة الإيه؟ الحرارة من جسم ومساحة السطح. يعني كل ما كانت المساحه المعرضه من السطح للجسم للهواء اكبر، كل ما كنت هفقد درجه حراره بسرعه. تمام؟ ولذلك هنا انا بلجا ان المحركات المبرده بواسطه الهواء، ان انا باجي على الجسم الخارجي لاسطوانه المحرك وبعمل عليها شكل بسميه زعانف، ده ان شاء الله باذن الله هندرسه مع بعض ايضا بالتفصيل. الزعانف دي ان انا بكبر المساحه المتعرضه للهواء الايه؟ الجوي، وبالتالي بقدر افقد في درجه الايه؟ الحراره بسرعه. طبعا بالنسبه عندي يمكن اشهر الانواع المحركات اللي بستخدمها او بالنسبه لي بشوفها كتير جدا اللي هي المحركات الدرجات الناريه. محركات الدرجات الناريه دي معظمها ان كان نسبه كبيره جدا منها بيتم تبريدها عن طريق الايه؟ الهواء. في بعض المحركات الاحتراق الداخلي اللي راكب على الايه؟ سواء في السيارات بتبرد بالهواء، ولكن بيبقى يعني عدد او المحركات اللي بتستخدم هذه التقنيه من عمليات الايه؟ التبريد بالهواء عددها قليل جدا جدا، وان كان ليها ظروف التشغيل الخاصه بتاعتها. ولكن خلينا نقول ان عندي في تصنيف اخر بالنسبه عندي للمحرك اللي هو التصنيف بدرجه الحراره. الفيديو اللي معايا ده بيوريني هنا انا ليه بعمل عمليه تبريد. زي ما قلت لك ان انا بسحب يعني بحرق، خلينا نقول بيحصل احتراق للشحنه. تمام؟ وبعد كده بلاحظ ان عندي نتيجه الاحتراق ده
داخل الاسطوانات، المحرك بيحصل عندي ارتفاع في درجه الحراره، علشان اخلص المحرك من درجه الحراره المرتفعه فعملت دايره بسميها دايره التبريد بالميه. طبعا الميه دي بيبقى ليها مواصفات خاصه بيها، دي هيتم دراستها ان شاء الله. باخد الميه بوديها على المشع او الراداتير، بيتم تبريدها وبرجعها تاني الى اسطوانه المحرك. زي ما احنا شايفين ادي ده بقول عليه اللي هو الراداتير او المشع، وعن طريق ان انا كل ما بكبر المساحه المتعرضه للهواء فبيتم عمليه فقد لهذه الحراره. ادي نوع اخر من المحركات اللي بيتم تبريدها بالهواء، دي اللي هي الزعانف اللي انا بقول عليها اهي. بلاحظ ان عندي دي الهواء الجوي اللي هو بيمثل هنا اللي هو الاسهم الزرقاء دي، بيبقى فيه عباره عندي عن مروحه، المروحه دي بتعمل عمليه سحب للهواء وضخه على جسم المحرك، وبهذه الطريقه بيتم تبريد المحرك. ايضا في عندي نوع اخر من التصنيفات اللي هي عباره عندي عن التصنيف اللي هو بقول عليه طبقا لحركه المكبس، وده ان شاء الله باذن الله اللي هنبدا بيه في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله. وارجو ان احنا نكون قدمنا الماده بتاعتنا بشكل شيق، واوعدك ان شاء الله باذن الله ان احنا ده هيكون اسلوبنا ان نقدم لك الماده باذن الله في صوره فيديوهات تعليميه، في صوره فلاشات تعليميه لسهوله الوصول للهدف. والى هنا اترككم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.